Benítez. وهجمة خطرة، جول! الهدف الأول، الهدف الأول يسجل اللاعب تشيرابولو. تشيرابولو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. شوف الأمبار الغزيرة لتشيرابولو. تشيرابولو يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء. خطأ من حارس المرمى وكرة تروح. تشيرابولو، شوف 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 شوف، خطأ من حارس المرمى وأمبار غزيرة في ملعب المباراة، وخروج غير حاسم ومتابعة من أنتونيني ولكن بلا نفع. وبالتالي هذا هو الهدف الأول يسجل.